هيا زينب، عايزك بالراحة كده تحكي لي كل اللي حصل بالتفصيل. حاولي بس، الراجل ما شفناهوش من بعد ما خرج من السجن. طب والناس اللي سمعت صوتك انت ونجات وانتوا بتتخانقوا وشهدت بالكلام ده، ايه رأيك في كلامهم؟ نجات دي كان عقلها خفيف، هي اللي قتلته كانت عايزة تلبسها لي، خرجت تصوت قبل ما تموت. وقتلته فين بقى؟ ما اعرفش. بص يا زينب، واضح انك ما تعرفيش ان العلم اتطور، والظاهر كده انكم ما لحقتوش تخفوا كل الادوات اللي استخدمتوها في الجريمه. من سوء حظكم ان المياه في اليوم ده كانت ضعيفه، كان في اصلاحات قريبه منكم فاضطروا يقللوا ضخها في البيوت. فريق البحث لما لقى بقايا دم وشعر لسه ما نزلتش مع الصرف افتكروا دمك لما نزفتي، لكن لما حللوه لقوا البقايا الحسن. ها؟ وبالبلدي كده يا زينب لسه طازه. ده معنى ايه؟ معنى ان حسن كان بايت عندكم في البيت، ده غير اثار البطاس وازايزه الكتيره والجراكن اللي لقيناها. من سوء حظكم انكم ما قدرتوش تتخلصوا منها او ترموها، ومن حسن حظنا ان مشكلتك مع نجات ما سمحتلكوش بالفرصه انكم تتخلصوا من كل الادوات في مسرح الجريمه. أقول تاني ولا تقول انتي؟ أنا هقول على كل حاجة. ما كانش ينفع نضمن حقنا من العقربة دي إلا بكده. تقومي تودي نفسك في داهية وتلفي حبل المشنقة حوالين رقبتك؟ حسد الله يجازيه هو السبب. لما اتجوزها وزور في الورق عشان يسمي ابنها باسمه، ما بيخلفش. دي قضية تانية بعيدة عنك انت ونجات يا زينب. وبعدين اللي عمله حسن ده مش كان بكامل إرادته برضه؟ لا، العقربة دي كانت بتذله بالولد. وانت ازاي يا زينب كنت حامل وحسن ما بيخلفش؟ اكتب يا ابني. بناء على محضر انتقالنا وبشأن فتح محضر تحقيق مع المدعوة زينب، اكتب اسمها من البطاقة، والمتهمة بقتل زوجها حسن عبد الوحش، قررنا نحن رامي الغمري وكيل النائب العام بالآتي: حبس المتهمة زينب، كمل اسمها من البطاقة، 4 أيام على ذمة التحقيق، ونظرا لظروفها الصحية السيئة الناتجة عن نزيف حاد ناتج عن سقوط حملها يتم إيداعها بالمستشفى لحين تعافيها، على أن يتم ترحيلها بعد ذلك إلى القسم التابع له لاستكمال بقية التحقيق.